السلام عليكم الاخوان اهلا وسهلا الساعه الثامنه اليوم الساعه الثامنه مساء توقيت المغرب سنكون في بث مباشر لماذا وضعت الفيديو لانكم لا تحضرون البث المباشر اخوان اكون دائما تقريبا بعض المرات اسبوعيا أربع خمس مرات في بث مباشر ولا يحضر الجميع المهم هذا فقط يعني اللي يكون في بالكم بأنني على الساعة الثامنة سأكون في بث مباشر فيه معلومات مهمة جدا سنتكلم على مواضيع كثيرة هناك عدة دروس قادمة وأيضا سنتكلم على الشيوخ نعم هناك الجديد وسنتكلم فيه بكل حرية كما عودتكم دائما إذا إخوان كونوا في الموعد الساعة الثامنة مساء توقيت المغرب يعني تقريباً بعد الآن حوالي الساعة كم السادسة وخمسة وعشرين دقيقة الساعة الثامنة مساءً سأكون معكم إخوان كونوا في الموعد أحبائي.